توقعات الأبراج ل2020 وتوقعات الأبراج لبرج السرطان المائي. السرطان المائي كان عنده سنة، السنة اللي فاتت 2019 كانت سنة بتحمل له أخبار كتير سارة وجميلة وكويسة. يا رب الكثير منكم يكون حقق من السنة دهية أشياء تسعده وتساعده على السنة دي اللي هي 2020، لأن حظوظه أقل من المتوسطة. ولكن مش معنى كده إن أنا أحبط وأقول ده أنا ما عنديش حظوظ. أنا بقول لك عشان ما تبقاش متسرع، والبقاء على الحالة اللي أنت فيها هو الأفضل. البقاء في مكان عملك، البقاء في شقتك، البقاء في عربيتك هي كل ده هيبقى أمان بالنسبة لك. حتى المكاسب المالية اللي هتجيلي يمكن مش كبيرة قوي، فبرضو أحط القرش في المكان المناسب لي. ما دخلش نفسي في حوارات ماليش دعوة بيها، لأن ممكن تحصل لي بعض المشاكل من الزملاء في الشغل ولا قدر الله وأترك الشغل بتاعي. يبقى أنا برضو أنتبه هنا وما بقاش متسرع، ما بقاش عصبي، ما غيرش. لو جالي السفر لا أفكر فيه 100 مرة، لو جالي تغيير في العمل بتاعي لا لازم أفكر. ما جريش كده وبعد كده تطلع الأمور مش مظبوطة بالنسبة لي. يعني الهدوء والتروي والتفكير الجيد والأخذ بالأسباب هو اللي هيخليك تنجح السنة دي وتعدي أي مخاطر. عدم المغامرة والمجازفة بالأموال. البعض منكم بسبب سوء تصرفاته ممكن يحصل له بعض الخسائر المالية أو ما يعرفش يحقق بعض المكاسب لأنه هيجي متأخر، مش هيحسم أمره بسرعة. كل الأمور ده هي بالنسبة للتجارة بلاش تفتح حاجات يعني مشاريع، أو زي ما بنقول كده لو أنت فتح سوبر ماركت عايز تفتح كمان فرع وكمان فرع، لا مش وقته السنة دي. فأضيق الحدود. المكاسب مش في الشراكة، المكاسب تكون ليك لوحدك أنت. يعني ما تدخلش في شراكات، ما تسافرش، ما تدخلش في قضايا لأن المكاسب مش هتبقى في صالحك. ما غامرش وما جازفش لأن كل الكلام دوت مش هيبقى في الصالح لمولد برج السرطان. وبرضو اللي هي هنقول العشرات في برج السرطان وبعض الأبراج المعينة هنقول في العشريات، هنقول إن العشرة الأولى هي أفضل عشرة بالنسبة لمولد برج السرطان، العشرات الثالثة هي اللي بتيجي بعدها في نسبة الحظوظ العالية، وأخيرا العشرات الثالثة هتبقى مضياقة قوي وتبقى الأمور فيها بعض الأزمات والمشاكل. نسبة للحالة الصحية والنفسية برضو بنقول تمر ببعض اللخبطة والحالة المزاجية ما تبقاش على ما يرام. ونسبة للحالة الصحية برضو بلاش أهمل في صحتي، لازم أسارع وأروح للدكتور أو أستشير أو أروح عيادة لو حصل لأي ضربات في مشاكل، وخاصة الناس اللي بعانوا من الأمراض المزمنة. نسبة للحب والزواج، أبواب الزواج مش مفتوحة الأمور، وحتى اللي ارتبط السنة دي مش هتبقى الأمور هي الأفضل بالنسبة له، ولكن البعض القليل هو اللي تتغير الحالة عنده نسبة للارتباط في الحب والزواج. ننبه برضو اللي هم متزوجين بلاش تدخلوا في نقاشات ملهاش لازمة عشان ممكن تجيب ردود غير مستحبة بالنسبة لكم. وبالأخير أنا بدعي لكم ربنا أن السنة تكون بأمر لا تستفادوا من أقل الحظوظ فيها، وحصل لكم دائما التغيير دائما يكون للأفضل، واختياركم دائما يكون صائب. والله أعلى وأعلم. تحياتي.